السلام عليكم، شلون الشباب؟ اعطيكم مقطع جديد باللعبة راس. طبعا بعد في تحديث الهالوين اللي راح ينزل بعد اسبوع عندي الكل، حاليا نزل عندي، راح اقدر اصوره واشرح لكم اياه. فتشوفون هذا شكل الزومبي اللي راح تلقوه على الشوارع وبالمدن، وبنفس الوقت راح يجي تحديث بهدايا راح تكون بالهالوين اللي كل ساعتين ونص راح تجي. مجرد يعني شلون ما البي بالضبط انه تطلع لكم حلويات دائما يدور البيت، وانت لازم تجمعهن بهاي السلة او مجرد بايدك حتى تجمع اكثر عدد. طبعا كل 10 تقدر تسويها من هاي الحقيبة الصغيرة، وكل حقيبة 10 حقائب من هاي تسوي لك واحدة من هاي الكبيرة. زين، وبعدين كل عشرة ثانية من هاي العفو راح تسوي لك واحدة من هاي. ذني طبعا اقوى شيء تطلع، كل اقوى شيء يطلع بهذي، وعندك هنا الاقل وهنا اضعف شيء تقدر الحلويات تاكلها راسا. هنبلش نفتح ونشوف ها شنو ممكن تطلعنا. خشب، ستون، خشب، سلات. لو سوق راح تبدا تحصل هذا اللي تلبسه تبدي تجهز هذا البسته، راح نقوم نشوف هدايا اكثر وبنفس الوقت حتى تلم اكثر عدد. هسه المجموعه الثانيه لو نفتحها طلعنا ديبي بول براست حال خفيفه، خلينا نقول هذا مسود ستون بعد بول براست. دقيقه في الديزاين نفتح بعد هذا مسود ستون شوردن شانسو شوردن هذا مسود بعد كوفيكان هذا مسود شو مال ديزاين خلينا نجي نجي المجموعة الثالثة اللي هي تعطي أقوى أسلحة لازم. شيت أول شيء ام 249 أقتاس سريع ناري ام بي 5 39 يلا ام 249 شنو اللي ذبت على هنا؟ هنفتح حتى نشوف شنو يطلع. جرنيد لانشر واو، يعني تقريبا الأسلحة اللي هي ام 2 الال ار والام 39 من ام بي 5 فرقتها سريع نارية. فهذا كان اول شيء التحديث اللي جاي، تحديث الهالوين والتفاصيل مالته. هسه عندنا تحديث ثاني اللي هو المطر والجو، طبعا عدلوا عليه بس راح احاول انه ما يعني ما احرق اكثر من بعد عليه تحديث اخير حتى ينزله بشكل كامل وتشوفوه. بنفس الوقت اكو اخبار تقول انه اكو حظيرة جديدة راح تنزل، مثل ما هنا تقدر تشتري الزوارق تقدر تشتري الزورق منا والطيارة تشتريها منا، راح يخلي الحظارة تقدر تشتري مياه الحصن. وهسه اكو شغلات ايتم جديدة راح تنزل بالستور يوم الخميس بالستور مال الجراس. خلي رايكم شنو هي. يلا أمان، هسه خلينا نجي نسحب القطع على وين ذني بالفان. القطع راح تكون كالاتي، اللي هو هذا الرمح واللي هو هاي. هذني شنو؟ هذني مثلا انت هنا تقدر تخليها هيج، تجي تشوف انه عندك هنا شي مال يعني شلون نقول مرعب. خليني اسوي بس ثواني، خليني اسوي الجو عندك. هاي هنا نفس الحالة، هاي تختلف عن هاي. هذا السبير مجرد انه سبير بيع عظام يعني وجماجم شي مخيف عندك، بينما هذه بالقاع لا، هاي تجي ستاند فارغ. انت شخص خلينا نقول ضجت من عده وكلش وقتلته مرة من المرات وحبيت انه شلون يعني رمز للانتقام مالتك، راح تقدر تاخذ جمجمة. ما دقيقة نجيب لها جمجمة، ها جماجم تقدر تجيب الجمجمة. طبعا هنا ورا ما قتلت نفسي وفرمت اكثر من مرة حد ما حصلت الجمجمة مالتي اللي هي سكيل اوف اومج، راح اجي اخليها هنا مثل ما تشوفون. او ماتش يطلع الاسم هنا والجمجمة فوقه، يعني هذا الشيء كلش حلو صراحة وعجبني حيل يعني فتش.
هسه نرجع للتحديثات الاخيره اللي هي هسه صار شكل الستون والميتل والخشب اللي بالقاع يعني تغير شكلهم بسبب الهالوين اللي هي عباره عن اسبوع تروح ما تشوفون هسه يعني تمشي راح تلقى هيك شيء بالقاع طالعه هذه ما تجي منها تشيلها حيعطيك 30 عظم وبنفس الوقت دقيقه من تجي تحصل هيك قبر مكتوب على RIP هذا راح تحصل من عنده ستون 75 ستون بعديها من هيك قبر راح تحصل من عنده خشب مثل ما تشوفون هذا شكله تنزل يمه تاخذ راح تاخذ من عنده خشب وبعد اكو نوع اخير اللي هو هذا من تشوف هيك الشكل هذا تحصل من عنده ميتالور اما تهرب توصل يمه تشيله تاخذ منه ميتالور نفس الوقت انت وتمشي على الشارع ثواني تمشي على الشارع هسه وانت تمشي على الشارع او بالمدن راح تصادفك بوتات يا اما اكو شايل شنسو مثل هذا قدامي او شايل منجل وراك طبعا يكون دمه كلش عالي يكون دمه عالي وتحصل بيه شغلات مثل هاي وهاي 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 وبعد هواي شغلات خلينا نشوف نبو ثاني او زومبي ثاني يب هذا الزومبي الثاني ثواني ننزل بالقاع هذا الزومبي الثاني هذا شكله مشهور شايل منجل يركض ورايا تحصلون عنده هاي الشغلات البسيطة وهذا السبير اللي هو يكون بهذا الشكل هذا كان التحديث لهذا الأسبوع وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع شكرا لكم على المشاهده شكرا لكم على كل شيء شكرا لكم على الدعم ان شاء الله البثوث راجعه بالايام القادمه بس دا اضبط وقت كم شغله بعد شو بين كان فنهاية صناعة المقطع شكرا لكم على المشاهده في امان الله.